صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعادة وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من البلديوكة المعنونة على شبكة قنوات بي إن سي، وبالأخص بي إن سي فود، أقوى قناة طبخ في مصر. النهاردة يوم الخميس، يوم بلدي كده في بعضه، نعمل حبة خضار يتعمل جنبهم حبة رز بالشعرية مع حتة بتنجانة مخللة مع حبة لفت كده نخللهم النهاردة، ونشوف التكات بتاعته عشان يطلع معانا مظبوط وأحلى وأطعم من أي مخلل بتاكليه بره. ونعمل كمان صنف حلو كده علشان الراجل والعيال يحلوا بعد الغداء وصحتين وعافيه على قلبكم ودايما عامل يا رب. النهارده اليوم هسميه ان احنا دايما بندلع نفسنا، فالنهارده مدلعين نفسنا في المطبخ ومدلعين نفسنا بره المطبخ، وهنشوف بعد ما نخلص اكلاتنا مدلعين نفسنا بره المطبخ ازاي. طيب هنبدا بايه؟ هنبدا النهارده ان احنا نعمل السبانخ. السبانخ احنا مفرزينها وهنطلعها النهارده ونشوف هنشتغل فيها ازاي. خليكم فاكرين، هنرجع كده بالذاكره شويه لورا، ان احنا لما فرزنا السبانخ ما حطيناش عليها الكزبره الخضراء بتاعتها. لما بتيجي تتفرز بتبقى السبانخ مع كزبره خضراء، الكزبره الخضراء موجوده طول السنه، فبنفرز الحاجه في الموسم بتاعها والحاجه اللي موجوده بنسيبها زي ما هي ناخدها فريش. طيب هنعمل ايه قبل اي حاجه؟ عايزه اصبح على حبايبي ومشاهديني من كل مكان وافكرهم بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه من اي رقم ارضي على 0900 9710، من اي موبايل على 1710، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدنا دايما ان شاء الله. يومكم حلو زيكم ان شاء الله باذن الله، يومك حلو يا احمد وصباحكم حلو. هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل مقادير السبانخ، هنعملها النهارده بالحمص، وهنشوف الحمص اللي بيتحط حمص طبيخ ولا حمص الشام علشان اللي لسه اول مره يعملها. تنزل مقاديرنا على الشاشه، وقبل ما تنزل المقادير انا حاطه حله على النار بتسخن، ومستخدمه النهارده طقم ستانلس لمبوش. الحله الثانيه انا حطاها بسلق فيها اللحمه، وانتوا عارفين ان انا لما بسلق اللحمه مش بسلقها بشوربه كتير، لا انا بديها تشويحه او صدمه في زبده، وابدا بعد كده مع رشه فلفل اسود، وارجع بعد كده اديها شويه ميه في شويه ميه عشان تديني التركيزه بتاعه التطعيمه بتاعه الشوربه دي علشان هزود بيها السبانخ. فالتطعيمه دي بتبقى في منتهى الجمال، التركيزه بتاعه اللحمه دي او التركيزه بتاعه السلقه دي بتبقى في منتهى الجمال في تطعيمه الخضار. هسيبها كده على النار تكمل سلقها، والناحيه دي حاطه طقم حلل سلمبوش اللي استل زي ما انتوا عارفين ما بستغناش عنه بصراحه، زي ما قلت لكم اليد بتاعته سيليكون، وفي نفس الوقت اي حله استلس عاديه حطيناها على النار وسبناها عشان تسخن قوي زمانها ملسوعه ومحروقه من جوه ومن بره، لكن ده الحمد لله بيتحمل الحراره كويس قوي ومفيش منه ضرر. سايباها تسخن على النار كده، ونشوف مقاديرنا يا احمد ايه في عمايل السبانخ النهارده بالصلصه والحمص الطبيخ، ونشوف مقاديرنا. معايا كيلو لحمه مكعبات حطاه بيتسلق على النار، قلت لكم بيتسلق ازاي، كيلو سبانخ مفرومه ودي اللي انا مفرزاها زي ما انتم شايفين كده، انا لسه مطلعاها من الفريزر ما طلعتهاش تفك، انا مش عايزاها تفك وتديني ميه والكلام ده كله، لا بصوا المنظر اهو، طلعتها اول ما بدانا هوا على طول بالشكل ده كده، تتسبك الصلصه بتاعتها افتح واحط على طول بالتلج بتاعها بكله. طيب عندي ايه كمان؟ تمن كيلو حمص طبيخ، حمص الطبيخ انا نقعاه في ميه سخنه، بصوا فنش ازاي الشكل بتاعه اهو، يعني دول كانوا حبه قد دول، الحجم ده او الحبه دول هم الحبه دول، بس ده هو لسه ناشف اهو، وده لما نقعته في ميه سخنه، هي كوبايه ميه سخنه نقعتهم فيها بعد ما غسلته ورحت سايباه بالشكل ده كده عشان يبدا ان هو يطرى شويه وما ياخدش معايا سوى زياده عن اللزوم في السبانخ. طيب معانا ايه كمان؟ معايا بصلتين مفرومين، معايا معلقتين كبار ثوم مفروم، حزمه كزبره مفرومه خضراء علشان انا ما حطيتهاش في تفريز السبانخ. الكزبره المفرومه الخضراء انا ما حطيتهاش في تفريز السبانخ، فورق بس من غير عيدان علشان ما تبقاش تقف حاجه في بقي واحنا بناكل، بصراحه ما بحبش حته العود ان هو يقف في بقنا او يقف في المعلقه، لا خدوا الورق بس وفرموه مع السبانخ. معايا ايه كمان؟ معايا لتر ونص طماطم متسبكه، جبت الطماطم غسلتها ورحت حطاها في حله واديتها يعني شقه كده من فوق او فتحه بالسكينه، وحطيت معاها كوبايه ميه مغليه، وبعد كده سبتها هي بتنزل ميه بتبدا ان هي تستوي، تبدا القشره بتاعتها تكشكش معانا، نمسكها نقشرها وبعد كده نضربها في الخلاط، بقت معانا متسبكه من غير ما تحطيها على النار زياده عن اللزوم. معانا ايه كمان؟ معايا معلقتين كبار صلصه طماطم، كمان معايا مكعبين مرقه لحمه، وممكن لو مش عايزاهم بتشيليهم وبتاخدي الصلصه اللي نزل، مش الصلصه، بتاخدي الصوص المرقه اللي نزل من اللحمه. معانا كمان سمنه كزبره ناشفه وملح وفلفل اسود. حاجات كلها بلدي وحاجات كلها مصريه قوي وحاجات كلها فعلا يعني تديكي الاحساس اللي هو الطعم بتاع اكل ولاد البلد. طيب عندي حله على النار هنزل فيها بالسمنه، بسم الله. طبعا ده لو اي نوع طقم حلل تاني كان زمانه ايه متحروق ومتلسوع.
نزلنا بالسمنه انزل بايه بقى؟ بصوا عندي بصل وعندي ثوم. لو نزلت بالبصل دلوقتي هيديني يعني سنه ميه او سوائل، وارجع انزل بالثوم بعد كده هلاقيه ان هو ما ادانيش الروايح بتاعته، فبروح عامله كده. وطبعا عشان الحله سخنه فمش عايزاه ان هو يغير لون، اروح نازله بالبصل على طول. يا دوب طلع الروايح بتاعته ونزلت بالبصل، هو خد لون معايا بس مش مشكله عشان الحله كانت سخنه قوي. بشوح بالشكل ده الاثنين مع بعض، ارجع انزل بعد كده بصلصه الطماطم اللي هي البوريه. الكزبره الناشفه، مكعبين المرقه، وكده تمام وزي الفل. بصوا بقى هعمل ايه دلوقتي. عندي الناحيه الثانيه اللحمه اللي بتتسلق. بسم الله. بصوا العصاره اللي هي فيها دي انا هاخدها انزلها دلوقتي كده. بسم الله. اللحمه انا مش عايزاها دلوقتي، انا خدت بس الخلاصه اللي نزلت من السلق بتاع اللحم. افتح البوتاجاز كده تاني. شايفين انا عملت ايه؟ خدت العصاره اللي نزلت من اللحمه، رحت منزلاها على البصل والثوم مع الكزبره الناشفه ومكعبين المرقه، بدأوا ان هم يفكوا مع بعض كده، ومعاهم صلصه الطماطم البوريه. عندي ايه تاني دلوقتي؟ عندي بقى الصلصه اللي هي دي. بسم الله. واروح واخده كده حبه من الميه ومش كتير بالشكل ده كده. كده بقت التخديعه بتاعه السبانخ موجوده عندي. طبعا انا مفرزاها، كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هروح فاتحه الاكياس اللي انا فرزتها. بص بقى معايا كده يا احمد. بسم الله. شفتوا انا عملت ايه؟ من التلج للنار، ما سيبهاش تفك بره وتنزل سوائل والكلام ده كله خالص، لا خضره وزي الفل. وهتشوفوها دلوقتي هتبقى عامله ازاي. بسم الله. بالشكل ده كده نزلتها في التسبيكه، وادي حبه الكزبره الخضر اللي هو ورق بس من غير عيدان. خلوا بالكم اللي انا بقوله عشان تطلع معاكوا حبه سبانخ ما فيش زيها. طيب مجرد ما تبدا ان هي تفك هبدا اروح حطلها الحمص الطبيخ. وخلوا بالكم انا مش عايزه السبانخ تغلي كتير على النار، علشان كل ما بتغلي كل ما بتفقد الحديد بتاعها، كل ما بتطول النار زياده كل ما بتفقد الحديد بتاعها. فاهي هبدا ان انا ارفع عليها الصلصه كده علشان ان هي تفك من السخونيه. وخلوا بالكم انا ما حطيتهاش بره فكت، لا انا عايزاها. بصوا بس، بصوا بدات ان هي تعمل ازاي، بتفك من جوه النار نفسها، لكن ما سيبهاش بره تطلع الميه بتاعتها ولا تفك ولا الكلام ده كله، وارجع اقول هي فكت احطها في الخضار بقى، لا مش عايزه الكلام ده. هي من السخونيه هتنزل كل ده. خدت غلوه او غلوتين اروح منزله لها الحمص، وفي الاخر طبعا انا سالقه اللحمه اروح منزلاها تاخد غلوه هي كمان مع بعضها، وبقى عندي احلى سبانخ في الدنيا. نفرزاها بالشكل ده كده. بصوا المنظر عامل ازاي. هسيبها تاخد غلوه واحده، ولما نرجع ان شاء الله اروح مصفيه الحمص اللي احنا نقعناه وانزله عليه، تاخد غلوه هي كمان، واروح منزله اللحمه يكمل التسويه. اقفل امتى او اعرف ان هي خلاص مش محتاجه اي حاجه تانيه امتى؟ لما اروح ماسكه حبه الحمص كده حاطه واحده في بقي الاقيها مهريه ومستويه وتمام وزي الفل.
اقفل عليها وصحتين وعافيه على قلبكم. تعالوا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل حلقتنا النهارده، نشوف هنعمل ايه صنف الحلو النهارده اللي هنعمله في الخميس بتاعنا، ونشوف حلقتنا باقيها فيها ايه. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلديك. ورجعنا من الفاصل، حطيت الحمص وحطيت اللحمه وريحه السبانخ بدات تفحفح، ودقت الحياء بتاعها او الملح بتاعها في الفاصل، وحطيت لها شويه ملح وشويه فلفل اسود، وماشيه معانا عظمه وزي الفل. حبه سبانخ زي الكتاب مقال من بتاعه امهاتنا اللي ما شاء الله عليها ما يختلفش عليها اتنين، صح يا ماهي؟ ماهي دقيتها معايا في الفاصل وقالت لي كده. هنسيبها تغلي غلوتين عشان الحمص يستوي ونرجع نشوف هنعمل ايه. طيب، وموطيه عليها النار مش معليه. الحله الثانيه بتاعتنا عامله فيها ايه؟ سلقه مكرونه في حليب. عشان هعمل ايه؟ هعمل عزيزيه، وانا بصراحه من محبين العزيزيه قوي، بس بتختلف من مكان لمكان وبتختلف من طريقه لطريقه. انا من نوع النمكيه شويه في اكلي، او مش اي حاجه بعرف اكلها او استطعمها، فموضوع ان انا اكل عزيزيه من حد وتعجبني دي ممكن اخد لها شويه وقت او اخد لها شويه تجارب، تمام؟ وبصراحه لما بيكون حد بيعمل حاجه حلوه قوي وبيبقى الناس كلها مقتنعه بيها ومفيش اختلاف عليها وهو مقتنع بيها ومليون الميه، بيبقى من الصعب ان حاجه تانية ترضيه. انا من الناس دي، لما بكون بعمل صنف حلو قوي استحاله ان اي حد يعني يقول لي ايه انا بعمله احسن منك، مع ان في اصناف معينه لما باجي اعملها وانا مقتنعه ان محدش بيعملها زيي الحمد لله، يعني اجي اكلها من مكان اقول لا انا بعملها حلوه قوي بس دي احلى، فيها تيست كده غريب، فيها تيست كده محليها زياده، وبفضل اهري وانكت في نفسي والف حوالين نفسي كده لحد ما بوصل للنقطه اللي هي مخليه الحاجه بتاعته الحلوه مميزه عندي. العزيزيه من الاصناف المميزه عندي واللي انا بعملها حلوه قوي ومحدش بيختلف على، يعني مفيش اتنين بيختلفوا على طعمها لما بعملها. اهم من الشغل ظبط الشغل. هتنزل مقادير العزيزيه ونشوف القوام بتاعها عامل ازاي، ونشوف ايه اللي بيتحط جواها وايه اللي بيتحط على الوش علشان تطلع زي الحلواني واطعم كمان. يلا بينا يا احمد ننزل مقادير العزيزيه. عندي نص كيلو مكرونه اسباجيتي مقصوصه قلم، ان شاء الله تكون اي نوع انت عايزاه. اسلقيها في حليب. نص كيلو مكرونه بيتسلق في لتر ونص حليب. طب ما ينفعش اقل من كده، المكرونه هتنشي معاكي ومش هتلاقي السيلان اللي احنا شايفينه ده، مش سيلان، مش هتلاقي ان المكرونه تاخد وتدي معاكي كده. لو الحليب اقل من كده هتلاقي المكرونه نشفت وبقت عامله زي الحجر او عامله زي المكعب بتتقطع بالقطعه، فلازم الحليب يبقى ازيد. في ناس ممكن تحط لتر حليب والنص ميه، ما عنديش اي مشكله، بس التطعيمه ان كلها تبقى حليب. معايا معلقه كبيره كريم شانتيه بودر، كوبايه من السكر، وطبعا حته السكر دي بتفرق من حد لحد، ممكن تحط كوبايه ونص، ممكن تحط نص كوبايه، على حسب ما انت عايزه. بيضايه وفانيليا، ومعلقه كبيره من النشا، ونص كوبايه ميه اللي هندوب فيها النشا. الحاجات دي كلها مع بعضها جوه في المقادير نفسها، يعني احنا سلقنا المكرونه مع الحليب، لكن باقي المقادير دي كلها هنحطها في الخلاط وهنضربها مع بعض ونشوف القوام بتاعها يكون عامل ازاي. طيب نيجي بقى للوش، بيض وفانيليا، والفانيليا يعني يا ريت تكون مركزه علشان ما تحسيش بزفاره البيض. انا قلت لكم قبل كده ان انا واحده من الناس عندها عقده من حته ان يبقى في بيض على الوش في اي حاجه، لكن العزيزيه بصراحه لازم احط لها بيض، فبروح حاطه بيضايه واروح حاطه فانيليا وابدا ان انا اشم ريحه الزفاره نفسها. لو لقيت الريحه تمام مش ممكن، لو لقيت الفانيليا مش مدياني النتيجه اللي انا عايزاها وفي سنه زفاره اروح حاطه يعني على طرف المعلقه كده خل، واروح حاطه فانيليا تاني، وما تكتريش فانيليا قوي علشان ما تمررش. مش معنى ان هي الحاجه زفره تزودي فانيليا، لا، ممكن تقلب معاكي عكس وتلاقيها مرات. طيب سلقنا المكرونه وعندي الخلاط بتاعي جاهز، وهبدا ان انا امسك كده واضربها كويس جدا. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، تتسلق واسيبها تهدى، ما خدهاش سخنه قوي على الخلاط عشان لا قدر الله الخلاط بتاعنا ما يجرالوش اي حاجه، وتاخدي مع المكرونه كده تاخدي سوائل، مش تاخدي مكرونه صافي. بسم الله، لازم اسباجيتي مش شرط، قلت لك اي نوع مكرونه عندك مش هيفرق معايا، كده كده كله هيتسلق وكله هيتضرب ومش هيبان هو نوع المكرونه ايه. بالشكل ده كده يكون فيه سوائل، ما يبقاش ان هو مكرونه صافيه.
نعمل كده عشان ناخد سوائل تمشي لنا الخلاط، والخليط يبقى القوام بتاعه هوريه لكم حالا دلوقتي. طيب رغده ما هي؟ انا عايزه سمنه، سمنه او زبده. بصوا كده، وابدا ان انا اضرب الخليط ده كله بسم الله، ويتضرب ما يتفضاش في الصينيه على طول، لان لسه هيتحط له حاجات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هضرب الخليط ده كله واروح مفضياه في بوله، وهوريكم القوام بتاعه هيبقى عامل ازاي. نبدا بسم الله كده، كده هيشتغل. شايفين؟ تشغلي شوية وإيديكي تبقى ماشية فيه علشان ما يبقاش تقيل على الخلاط. ومش معنى إن أنا عايزة إن الخليط يكون قوامه متوسط تخلي لي فيه كتل مكرونة، لا مش عايزة الكلام ده. بسم الله. بصوا كده، نبدا نجيب من تحت لفوق. شايفه ان الخليط تقيل معاكي والحليب مثلا قليل، بنروح عاملين كده، ما عنديش اي مشكله خالص اهي. بصوا كده، حبه من الميه هنا وحبه من الميه هنا، الخليط يكون متوسط ما يبقاش ان هو تقيل ولا مكتل ولا فيه قطع مكرونه. بسم الله. شايفين؟ اوعوا تحطوا العزيزيه فيها قطع من المكرونه، ما يعني مثلا بصوا شايفين كده؟ حد هيقول لي ايه؟ ما هي نونه اهي بقت دايبه لا مفيش الكلام ده، لسه في قطع مكرونه ظاهره اهي. ما ينفعش ان انا اجي اكل صنف الحلو بتاعي والاقي فيه القطع دي كده، حتى لو انت شايفه ان هي صغننه ومش هتفرق، لا هتفرق. لازم نطلع الصنف مظبوط وصح. بسم الله. بصوا بقى كده، بسم الله. بصوا شايفين المنظر عامل ازاي؟ ده القوام اللي انا عايزاه للعزيزيه. ناخد باقي المكرونه، وطبعا انا زودت شويه ميه على الحليب علشان تمشيلي. بقول لكم انا هعمل كده، مش احسن من ساعه تعمل كبشه كبشه. نضرب باقي الخليط، ولسه في مكونات ما اتحطتش. المكونات اللي ما اتحطتش ديت هنبدا ان احنا نقلبها بره علشان ما تكتلش في الخليط بتاع المكرونه نفسه. بسم الله. وانا مشغله على العزيزيه قلبت على السبانخ وقفلت عليها على فكره، عشان ما تقولوش هي قفلت عليها امتى ولا عملت امتى الكلام ده، لا انا قلبتها ورحت قافله عليها كده. تمام وزي الفل. بسم الله. شايفين المنظر القوام عامل ازاي؟ الله اكبر عليه. ارجع بعد كده بقى اشوف باقي مكونات العزيزيه بتاعتنا عشان تديني القوام اللي انا عايزاه، و اما تستوي.
احنا لو مسكنا الشكل ده كده وحطيناه في صينيه ورجعت قلت خلاص انا عملت العزازيه، لا يبقى انت كده بتهدري مكونات وبتهدري مقادير وهتطلع معاكي مش مظبوطه. طيب انا محتاجه ايه دلوقتي؟ كل اللي انا محتاجاه الصينيه اللي هشتغل فيها، محتاجه مضرب سلك وبس، ونجيب كده المكونات دي بتاعتنا اللي احنا خلطناها. وبصوا بقى معايا، ادي السكر، شايفين القوام الله اكبر عليه عامل ازاي؟ وتقلبي وتدوقي، تقلبي وتدوقي لحد السكر بتاعك ما يبقى مظبوط وتمام وزي الفل. هعمل ايه تاني؟ بيضايه، وادي فانيليا، ده جوه العزيزيه نفسها. بالشكل ده، بصوا القوام عامل ازاي؟ طبعا اللون هيبدا ان هو يصفر شويه علشان البيضايه اللي احنا حطيناها. طيب الكريم شانتيه، دي كلها تعزيزات للطعم وللنكهه بتاعه العزيزيه علشان تديكي نتيجه زي الفل. ناقص عندي ايه؟ ناقص عندي النشا اللي هي ماده الربط اللي هتربط لي كل ده ببعض. كل اللي انا محتاجاه بوله او كوبايه احط فيها معلقتين النشا اللي انا عاملاهم، وارجع بعد كده احط عليهم نص كوبايه من الميه واقلبهم مع بعض. بسم الله. بالشكل ده مع بعضه كده، يبقى انا كده المقدار بتاعي تمام وزي الفل. خلص اه خلص. كل اللي انا محتاجاه ايه يا نونا؟ ان انت تدوقي السكر بتاع العزيزيه. طيب السكر لازم يكون مظبوط؟ لا، هو اعلى من المظبوط شويه. طب ليه؟ علشان لو عملتيه السكر اللي هو المظبوط بتاعك هتيجي بعد كده بعد ما تسويها تلاقيها دلعه، تلاقيها دلع، لكن السكر لما تيجي تشتغلي بيه في العزيزيه عايزاه ان انت تعمليه اعلى من المظبوط بتاعك. هتيجي تسويه وتاكليه هتلاقيه اللي هو المظبوط بتاعك، وهتقعدي تقولي ده انا مسكراها زياده، او ازاي ده انا عاملاها مظبوطه طلعت دلع ازاي؟ فكل ده نخلي بالنا منه. كده العزيزيه عندي تمام وزي الفل. بسم الله. سكرها مظبوط، معنى كده ان انا عايزه ايه؟ ان انا عايزه سكر علشان يطلع اقل ازيد من المظبوط شويه علشان لما تستوي يديني المظبوط اللي انا عايزاه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ عندي صينيه الفرن اهي، واروح حاطه حبه من السمنه كده زي ما انتم شايفين، واعمل كده علشان لما اجي اسويها واطلعها تطلع القطعه بقطعتها، تبقى متحمره فوق وتحت، ما تبقاش ان هي فوق بس. بصوا انا بعمل ايه؟ بمشي السمنه كمان في الجوانب بالشكل ده كده، واروح عامله كده. السكر يا شباب قدامه كتير من السما. يلا بينا. طيب عملنا ايه على ما يجي لنا السكر؟ سلقنا المكرونه في الحليب، اتسلق كويس جدا، وبعد كده رحنا ماسكينه سيبناه يهدى وضربناه في الخلاط. اتضرب في الخلاط طلع بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده، ما يبقاش اتخن من كده، ما يبقاش اتخن من كده، بصوا، ولا يبقى اخف من كده. ده القوام اللي انا عايزاه علشان العزيزيه. وارجع بعد كده احط البيضايه مع الفانيليا وارجع ادوب السكر زي ما انتم شايفين كده، وبعد ما ادوب السكر ادوقه. لازم تطعيمه السكر تبقى ازيد من الطبيعي اللي انا عايزاه، ما تبقاش المظبوط. يعني انا لما دقته لقيت ان ده المظبوط، لكن لو سويتها هتديني التدليعه ازيد، او ان هو يكون السكر اخف شويه. فعلشان كده بزود السكر شويه علشان لما تستوي تديني المظبوط اللي انا عايزاه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا القوام والنعومه بتاعته عامله ازاي. بالشكل ده كده، متهيألي احسن من كده مفيش. حاجه عظمه، وعلشان تاكليها زي ما هي ما بتجيبيها من بره وتاخدي نتيجه مظبوطه، بتسويها وتسيبيها تبرد خالص وبعد كده تحطيها في الثلاجه. العزيزيه من الحاجات اللي ما ينفعش اكلها في يومها، او لازم لو هاكلها في يومها يبقى بعد تسويتها، واما احطها في الثلاجه مش اقل من 3-4 ساعات.
ليه؟ علشان لازم اخد الخرطه بخرطتها. يعني ايه الخرطه بخرطتها؟ يعني تبقى القطعه ماسكه نفسها. وطبعا احنا عاملين نسخه فيها من امبارح، هوريها لكم لما نيجي نقطعها علشان تعرفوا انا بقول ايه بالظبط. ادي البيضايه مع الفانيليا، سنه فانيليا كمان. انا عندي وسواس من حته الزفاره بتاعت البيض دي، فحد هيقول لي دلوقتي يا نونا ما تحط البيضايه وخلاص، يعني هو احنا اللي هناكلها؟ لا سبحان الله، مش في ناس هتاكل الحاجات دي ولازم تبقى الحاجه مظبوطه؟ تعالى لما يجيبوا لنا. نعم ايوه انا الناس انا اللي تعالوا كده نبص على السبانخ يا احمد، على ما يجيبوا لنا البتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه اقول لكم ان انا طافيه العين، بصوا المنظر. حبة سبانخ عظمة، بصوا المنظر، بسم الله ما شاء الله عليها. مش محتاجة غير حبة رز بشعرية وحبة بتنجان مخلل وتمام على كده. طيب تعالوا نطلع فاصل، هنطلع فاصل. فين الفانيليا؟ نطلع فاصل. هعمل ايه في الفاصل؟ انا كنت عايزة ارش البيض قدامهم. لا عايزة تستوي. يلا بينا. طيب هنطلع فاصل ومش هعمل حاجة في العزيزية، كده كده انا عاملة منها اهي جت. يلا بينا. ادي الفانيليا اهي الزيادة اللي حطيتها على البيضاية علشان تبقى ريحتها كده، ريحة فانيليا مفيش ريحة بيض. بص انا عملت ايه، انا بمشيها على الصينيه بقى كلها. بصوا ما شاء الله النعومه بتاعه الخليط عامله ازاي، مفيش كتل مكرونه ولا اي حاجه خالص. بتمشي بقى البيضايه اللي انت عملتيها بالفانيليا على الصينيه كده كلها، بتتحط في الفرن على درجه حراره 180، ويفضل انها تكون تحت بس. لما تلاقيها استوت ومسكت كده في بعضها وبدات تاخد اللون المصفر للوش، افتحي عليها الشوايه ياخد اللون المتحمر بتاعها وهتطلع معاكي زي الفل. تعالوا نطلع فاصل، وفي الفاصل هحطها في الفرن ونرجع نشوف مخلل الليفت بتاعنا النهارده هنعمله ازاي عشان يطلع ولا مهري ولا بهتان ولا مجرب ولا لونه في حاجه ولا طري ولا شايخ ولا الكلام ده كله. كل ده هنعمله بعد الفاصل ان شاء الله. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي وكل. رجعنا من الفاصل، تعالوا دلوقتي نغرف السبانخ بتاعتنا الحلوه مع محبه الرز كده بالشعريه مع البتنجان المخلل، وصحتين وعافيه على قلبكم. ونعمل بقى حبه مخلل الليفت دلوقتي زي الكتاب ما قال، زي الكتاب ما قال، يعني بطريقه امي ربنا يديها الصحه يا رب ويشفيها ويعافيها. يعني حبه ليفت هتاكلوهم لاخر حبايه مفيش زيهم. بسم الله. طيب على مغرف السبانخ استاذنك يا احمد تنزل مقاديرنا على الشاشه. يسلمني. هتنزل المقادير بتاعتنا على الشاشه دلوقتي بتاعه الليفت، وزي ما انتم شايفين كده الليفت انا عاملاه ازاي بالشكل دوت ودبلان بالشكل ده، لان ده متقطع من امبارح ولازم يتقطع من قبلها بيوم علشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها. طيب مقاديرنا بتقول ايه يا رغده؟ 3 كيلو ليفت متقطع يعني صوابع بالشكل ده كده، بتغسل الاول كويس وبعد كده بترجعي ان انت تقطعيه بالقطعه المشرشره كده عشان يدينا شكل حلو واحنا بناكل. معانا حبتين بنجر متقشرين ومتقطعين بالشكل ده كده برضو، كيس ملح، الكيس اللي هو ابو جنيه ولا ابو اللي هو مش الكبير، الكيس الصغير ده هيترش على الليفت. يعني ايه؟ يعني مجرد ما تقطعي الليفت بالشكل ده كده وتحطيه في مصفى، انا عايزاكي ترشي عليه كيس الملح اللي انا بقول لك عليه اللي هو الصغير ده. معلقتين كبار من الخل، معلقه كبيره من الشطه، وميه مغليه ومبرده. وحطي لي كمان يا رغده على المقادير ديت معلقه كبيره من السكر. تسلمي لي. طيب دلوقتي احنا عملنا ايه؟ قطعنا الليفت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، ورحت سايباه في مصفى ورحت رش عليه كيس الملح، والكلام ده كان من امبارح. الكلام ده كان من امبارح، لازم يكون قبلها بيوم
علشان يديني النتيجة اللي أنا عايزاها. يبدأ إن هو ينزل كل المية اللي فيه ويبدأ إن هو يديني تخليلة كويسة. هوريكوا شكله دلوقتي عامل إزاي والمية اللي نزلت أصلا منه عاملة إزاي. بالشكل ده كده عملنا السبانخ وتمام وزي الفل. تعالوا بقى مع بعض كده يا أحمد نشوف. عفوا بص كده يا أحمد، شايف المية اللي نازلة منه دي اللي نزلت من كيس الملح بالشكل ده، وادي التلاتة كيلو. حد يقول لي يا نهار ابيض هنعمل 3 كيلو، نبدا ب 3 كيلو اهم، ال 3 كيلو مش هيعملوا اصلا، مش هيكملوا بطرمان بالشكل ده كده. اتغسل واتقطع، رشينا عليه كيس الملح، حطيناه في مصفى لتاني يوم. طيب نيجي بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ محتاجه حله الميه المغليه. ينفع؟ تمام. 3 كيلو لفت متقطع صوابع بالشكل ده، رشينا عليه كيس ملح من بالليل وسبناه ينزل الميه بتاعته. حبايتين بنجر متقطعين صوابع نفس المقاس او ايا كان، صغير كبير زي ما انت عايزه ما فيهاش مشكله، ان شاء الله حتى تقطعيها حلقات ما عنديش اي مشكله خالص. معانا ايه كمان؟ كيس الملح اللي حطيناه معانا. بصوا بقى، ميه بتغلي على النار والميه عايزاها تغلي. ايه ده يا نونا؟ يعني هي مش هتعمل مش هتخليها تغلي وترجعي تبرديها؟ لا انا عايزاها تغلي، وهي بتغلي يا دوب بس تهدى هروح صبها على طول على الليفت بتاعنا. معاهم معلقتين كبار من الخل. الخل يا نونا مش هيهري الليفت؟ لا مش هيهريه، ما هو كل حاجه وليها حاجه. ايه فايده معلقتين الخل اللي احنا حاطينهم؟ نحافظ على ثبات لون البنجر ولون اللفتايه، ما تبقاش اللفتايه مكلحه، ما تبقاش مجربه، ما تبقاش اللون بتاعها مش اللي هو البمبا الحلو اللي احنا بنحبه ده. فالمعلقتين الخل اللي احنا هنحطهم مش هيهروا الخل، لا هم هيساعدوا ان هو يحافظ على لون البنجر نفسه وثبات لون البنجر. طيب معانا ايه كمان؟ معايا معلقه كبيره سكر. وايه لازمتها يا نونا؟ هي احنا بنعمل مخلل ما بنعملش حاجه مسكره؟ لازمه السكر اللي احنا حاطينه ده هم معلقتين كبار مش اكتر، معلقه كبيره مش اكتر، عشان تحافظ لي على القرمشه التكه اللي بتبقى موجوده في المخللايه، ما تبقاش ان انت تاكليه مهري كده وطري، لا التكه دي اللي انا عايزه احافظ عليها دي بسبب معلقه السكر. معلقه كبيره شطه ممكن ما تحطهاش، لو انت مش عايزاه سبايسي ميه مغليه ومتبرده، لا يا رغده شيلي متبرده دي. الميه بتبقى بتغلي يا دوب تهدى، تقلبي فيها الملح وتقلبي فيها السكر وتقلبي فيها الخل وتحطي فيها الشطه وتقلبيهم مع بعضهم وبعد كده تسقي بيهم بس. طب ليه ما بنبردهاش؟ عشان ما تعملش ريم، عشان ما تعملش ريحه للليفت، فلازم ان هي تكون سخنه ومغليه زي ما انتم شايفين كده. طيب هنسيبها تغلي، وادي البطرمان بتاعنا اهو والليفت المتقطع. هجيب البطرمان بتاعنا كده وبصوا معايا. بسم الله. لسه يا ماما اقسم بالله احنا لسه حاطينها لسه. لا ما تقلقيش، عندي الميه اهي بتغلي، ادي الملح، وطبعا بتقلبي وتدوقي الملح اللي انت عايزاه. ما عندناش، هو فين الشطه وفين الحاجه بتاعتنا؟ ورا المصفى ولا مش شايفاها؟ فين دي؟ اخس عليا اخس عليا. وادي حبه الشطه، وحطينا السكر وحطينا الخل والملح، وادي السكر، ونقلب ده كله مع بعضه وتدوقيه. طيب في ناس بتحط مع الليفت فلفل، ما انصحش بحاجه زي كده. في ناس بتحط مع الليفت فلفل. طيب ليه ما انصحش بحاجه زي كده؟ اولا انت بتقولي ايه ممكن اخلي الليفت معاه؟ لا هيخلي البنجرايه او اللي هيخلي الليفتايه تسود معاكي، وفي نفس الوقت هتلاقي الفلفل اصلا مش اللون الاخضر المخلل اللي انت عايزاه، وهتتضايقي من منظره، فبلاش. عايزاه ان هو يكون مشطشط، حطي حبه الشطه اللي قلت لك عليهم دول. ادي حطينا اول راق، بنجرتين ثلاثه، راق تاني لحد ما بتخلصي الكمية كلها وتملي بعد كده المية المغلية، ما تبقاش متبردة. يا دوب حطينا مية بتغلي، حطينا فيها الملح والشطة والخل والسكر، ورحنا يا دوب هديت شوية كده ورحنا صبنا، ولا بتحطله زيت ولا أي الكلام ده كله زي باقي المخللات. بيتساب قدامك كده في البطرمان. نونا ينفع بطرمان بلاستيك بدل الازاز؟ عشان انا عارفه ان دي كلها اسئله بتجيلي، واسئله اكيد بتدور دلوقتي في دماغتكم. ممكن بس صدقوني، ممكن بس صح
بس صدقوني البلاستيك ما بيتغيرش لونه ولا بيتغير ريحته، الا اذا كنت انت بقى هتجيبي البطرمان هو مش تعمليه الا عفوا الا للمخلل بس. فلا انا ما بحبش حاجه بصراحه زي كده. خلاص عملنا واستخدمنا بطرمان ازاز، خلاص الموضوع انتهى، اتغسل البطرمان، ممكن ان انا استخدمه لاي حاجه تانية. لكن البطرمانات البلاستيك بالوانها اللي بتتاخد من المخلل دي ما بتبقاش حلوه بصراحه. بسم الله. ونصبح على ام انس ونقول لها صباح الفل يا ام انس. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عامله ايه؟ ازيك يا شيف نون، عامله ايه؟ خير يا حبيبتي، طول ما انت بخير الله يسعد قلبك، تسلمي لي. انا بحب حضرتك جدا، انا اول مره اكلمك على الهوا. وان شاء الله مش اخر مره، تكلميني على طول باذن الله. انا بحب اكلاتك جدا، انا مش عارفه اوصف لك انت ايه بالنسبه لي. الله يسعد قلبك يا رب، بتسلمي لي وما نحرمش منك ابدا، تسلمي. انت ما تعرفيش ايه الاحساس اللي انا حاساه دلوقتي ان انا بكلمك يا حبيبتي. اول مره اكلم حد على الهوا. الله يسعد قلبك دايما يا رب، وان شاء الله مش اخر مره، تنوريني على طول بكلامك. ربنا يخليك يا شيفنا، بس ممكن تبعتي لي سلامي للشيف فاطمه ابو حيط يا رب. سلم عمرك يا رب، اتمنى ان هي تكون بتتفرج على الحلقه دلوقتي، وحضرها وصله لها. حاضر، عينيا الاثنين، عينيا الاثنين يا ام انس، نورتيني باتصالك يا حبيبتي، يومك حلو زيك يا رب. خلص الليفت بتاعنا، هنحطه ورانا ونشوف نتابع التسويه بتاعته هتبقى عامله ازاي، نبقى نجيب بلانشه نحطها عليه بالشكل ده كده، وهنشوف لونه هيبقى تمام وزي الفل ولا هيبقى مكلح ولا هيبقى مجرب ولا الكلام ده كله. هنشوف هياخد تسويه قد ايه، ممكن ان هو ياخد من يعني امي ربنا يديها الصحه، ممكن تقول لي ايه ده ما بياخدش سوى ده، ممكن ان هو خمس ست سبع ايام كده وتاكلي منه. فهنشوف هو خمس ست ايام فعلا ولا لا، بس انا واثق في امي جدا يعني. بصوا العزيزيه معانا بدات تاخد لون على الوش زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله عليه، اكن الشمس داخله في الفرن. الشمس داخله عندنا في الفرن. ما شاء الله عليها، تسلم ايديكم يا شباب. نقفل عليها ونكمل سواها، وتعالوا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نشوف عملنا اكلات السعاده بتاعتنا النهارده. دي بالنسبه لي اكلات سعاده، حبه رز مع حبه سبانخ مع حبه بتنجان مع صنف العزيزيه بتاعنا. وتعالى يا احمد نتقطعها بالمره قبل ما نطلع، والله ما قصرت. تعالى بسم الله. بصوا بقى كده، عشان كده بقول لكم العزيزيه بالنسبه لي الصنف اللي انا ما ينفعش اكلها في يومها. ليه؟ لو انا اكلتها في يومها مش هلاقي التشميعه الحلوه دي. تعالوا كده، الله على يعني مشيه السكينه، زي ما بيقولوا كده ماشيه زي السكينه في الحلاوه. ياه شايفين المنظر عامل ازاي؟ ليه بقى ما باكلهاش في يومها؟ علشان انا بحب قطعه العزيزيه تطلع لي زي ما انا عايزاها، القطعه بقطعتها، القطعه بقطعتها. احب اكون مصحصح معايا كده. بص يا احمد بقى، دي بقى يعني ايه لحظه انتصار بالنسبه لي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على رسول الله. انا بحب العزيزيه تطلع لي كده، ولا مسيله ولا فيها حاجه طريه ولا الكلام ده كله، حاجه كده عظمه. بالشكل ده كده، بصوا المنظر. علشان كده بقول العزيزيه تتعمل في يوميها، تتاكل بعدها بيوم او تتاكل بعدها باربع خمس ست ساعات بعد ما تتحط في التلاجه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ما شاء الله عليها. تعالوا بقى نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نشوف هنتكلم عن ايه النهارده، والمفاجاه اللي انا محضرها لكم. اوعوا تروحوا في اي حته عشان عندي مفاجاه جامده جدا. كل ده بعد الفاصل مع نونا والبلد ديوكل. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم.
رجعنا من الفاصل، ومن قبل ما نطلع الفاصل ومن اول الحلقه وانتم شايفين ان انا مبسوطه وسعيده والمود بتاعي مختلف تماما. ليه سعيده ومبسوطه؟ وانا قلت لكم قبل كده سبب دايما او سبب اساسي في سعادتي وانبساطي لما بكون شايفه اللي قدامي مبسوط وسعيد. طيب ايه سبب انسعادك النهارده او ايه سبب انبساطك وانت شايفه اللي قدامك؟ ايه عملتي ايه اللي قدامك عشان يبقى مبسوط وسعيد؟ ناس كتير في الفتره اللي فاتت من اول ما بدانا يوم الاثنين اول كلام عن ريجينكس بداوا ان هم يتصلوا على الكنترول علشان ياخدوا رقم التليفون بتاع الشركه. طيب تمام، على راسي وزي الفل. وناس يا حبايبي يعني عايزه اقول لكم ان هم اتصلوا بيا على الهواء احنا مش عارفين نوصل الشركه، واللي خلاني فكرت معاهم او قلت لهم على حاجه زي كده ان في ناس كتير عملت صفحات من اول حلقه عملناها، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، من اول حلقه عملناها وبدانا نتكلم فيها عن ريجينكس في صفحات في وقتها اتعملت على طول وبدات الناس فعلا تروح تجيب من عندهم، وانا طبعا مش مسؤوله عن اي حاجه من الكلام ده كله. انا مش مسؤوله عن اي صفحه انا ما اتكلمتش عنها او اي حد حاجه انا ما قلتش عنها. طيب فكرتي في ايه يا نونا او عملتي ايه علشان يساعدنا ان احنا نوصل مباشره للمكان اللي هو فيه المنتج علشان ناخد المنتج الاصلي اللي انت استخدمتيه وبنتعامل بيه او بنتعامل على اساسه وعلى اساس كلامك انت واستخدامك الشخصي؟ شايفين الشاشه الحلوه بتاعتنا دي؟ بصوا على التلفزيون قدامكم كده هتلاقوا فيه مربع في جنب الشاشه كده لونه اسود منغبش كده. كل اللي انا محتاجاه منكم هنمسك الموبايل بتاعكم دلوقتي كده وتروحوا فاتحين الكاميرا بتاعه التصوير وتروحوا مقربينها على الكود، ما شاء الله ده انا، وتحطوا العدسه على المربع نفسه هيطلع لكم على الشاشه. انا هو انت ينفع تجيبها في موبايلي؟ ينفع تجيبها في موبايلي؟ مش هينفع صح؟ لا لا لا، هي مكتوبه قدامي اهي. بصوا هقول لكم بالظبط ايه اللي مكتوب. طيب انا فتحت الكاميرا ورحت حاطه العدسه على المربع اللي في شمال الشاشه، تمام؟ جالي فوق كده رمز كيو ار فتح facebook.com، بتدوسي على اللينك اللي ظهر لك على الشاشه بيحولك مباشره لصفحه المنتج اهو. بصوا بصي يا احمد، لما عملت دوست على اللينك اللي ظهر دخلني على طول على صفحة المنتج، شايفين؟ فده أسهل بكتير قوي 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 من إن أنت تروحي تطلبي المنتج من صفحة أنت مش عارفاها أو إن هم مقلدينه، والله أعلم حاطين فيه إيه أو والله أعلم هم عايزين يجيبوا الضرر منين، فأنا مسؤولة عن اللي أنا بتكلم عنه بس، مسؤولة عن اللي أنا جربته، مسؤولة عن اللي أنا جاب معايا نتيجة. هنرجع ونقول إيه يا نونا استخدام ريجينكس أو أنت بتتكلمي عن إيه النهاردة؟ هنرجع ونقول عنوان بسيط جدا خالص، يعني هم كام كلمة. وداعا لعمليات الشد والتجميل ودفع ألوفات كتير بس، ولا محتاجه تدفعي ألوفات ولا تروحي تعملي عمليات ولا تعملي نفخ ولا شد ولا الكلام ده كله، حاجه طبيعيه في منتهى الجمال. بس برجع واقول احنا كان معانا الاسبوع اللي فات او اول الاسبوع اللي فات كان معانا مداخله من دكتوره ساره عبد العزيز وقالت لنا كل مكونات المنتج طبيعي جدا. وارجع واقول يا جماعه هو مش موضوع ان احنا بنحطه على وشه على وشنا علشان يداري حاجه مش احنا مش حابينها. ده لما بفتح كده واروح ماسكاه مستخدماه عشان البرد طبعا كده اهو، هو انا كده ما خدتش واروح عامله كده يروح مداري لي التجاعيد؟ لا. وارجع بعد كده يا احمد لما اروح شايله كده الاقي التجاعيد زي ما هي موجوده. ريجينكس ما بيعملش كده. طيب بيعمل ايه يا نونا؟ حبه الكريم اللي انتوا شفتوهم دول احنا بنعمل بيهم ايه؟ احنا بنعالج الاول. يعني ايه بنعالج الاول؟ يعني بعمل حمام بخار لوشي. ده كريم البشره وده كريم الجسم، هكلمكم الاول عن كريم البشره. بعمل حمام بخار لوشي وبغسله كويس جدا طبعا، ولا في ميك اب ولا الكلام ده كله ولا الحوارات دي كلها، وارجع اعمل حمام بخار افتح المسام بتاعت الوش واروح واخده حته من الكريم على ايدي كده وابدا ان انا ادهن في حركه دائريه لحد الوش ما بيتشرب. هو سريع الامتصاص، هو ما خدش اي وقت على ايديا عشان بشرتي تمتصه. طيب انا بعمل ايه؟
الكريم اللي البشره بتاعتي شربته دي الخلايا بتاعت وشي نفسها بيبدا ان هو يمتص الماده اللي في الكريم، بيبدا ان هو يصحصح الخلايا، يبدا ينشطها، يبدا يعالج مع الاستخدام ومع التواظب عليه. بتبداي تلاقي التجاعيد اللي في وشك وعند عينيكي بدات ان هي تفرد وتروح. طب يا نونا والكلام دوت، انا سالته الاسبوع اللي فات الدكتوره ساره، هو انا لو خلصت الكريم وجاب النتيجه اللي انا ارضى عنها او النتيجه اللي تبقى بسطاني، لو وقفت الكريم يرجع تاني؟ لا مش هيرجع تاني. طب ليه؟ ليه مش هيرجع تاني؟ هو مش ده هو الكريم بيضيع التجاعيد يا جماعه؟ هو مش بيضيع التجاعيد ان هو بيخفيها وترجعي بعد ما توقفيه تلاقي التجاعيد رجعت تاني؟ لا، ده احنا عالجنا الاساس، عالجنا الاصل اللي جوه، عالجنا الاصل اللي جوه، صحصحناه، غذيناه بماده الكولاجين، غذيناه بالحاجات اللي هو فقدها مع مرور العمر ومع مرور السن بتاعك، وبدا ان احنا نعززها من تاني. بنخلي الماده بتاعت الكريم نفسها بتحفز الخلايا اللي جوه اللي في البشره او في الجسم علشان ترجع تقوم بوظائفها اللي عطلت شويه. هو اللي انت بتقوليه ده يا نونا بجد؟ اه. طب هو انا اول ما اجيب الكريم هحطه الصبح اقوم بالليل الاقي التجاعيد راحت؟ لا، خلينا متفقين على حاجه، والكلام ده انا قلته، انا عشان اتكلم عن ده انا قعدت استخدمه شهر ونص كامل، شهر ونص. ناس ثانيه من اصحابي لما انا استخدمته بدات ان انا اتكلم عنه جاب معاهم نتيجه حلوه وبدات تظهر النتيجه بعد اسبوع، ناس ثاني 3 ايام، ناس ثاني 10 ايام. طب ليه يا دكتور ساره بيفرق من واحد لواحد؟ عشان كل بشره وكل تكوين بيفرق من شخص لشخص. فممكن جاب معايا شهر ونص، ممكن يجيب معاكي انت اقل، ممكن يجيب ازيد، على حسب ما انت بتستخدمي. طيب ده للبشره يا نونا، واحنا عرفنا عشان التجاعيد اللي حوالين العين والتكسيرات، وعلشان التجاعيد اللي بتبقى حوالين البق وعند الرقبه. مش للعين بس، ده للرقبه كمان، التجاعيد اللي بتبقى في الرقبه نعمل حمام بخار ونبدا ندهن كده في حركه دائريه لحد ما يتشربوا. طيب خلصنا كريم الوش. البشره اللي الجسم بقى بيعمل ايه في الجسم يا نونا؟ طيب انا بما ان عندي 4 بنات الله يبارك لهم يا رب ويحفظهم من كل شر، وناس كتير خلفت وولدت وحملت والكلام ده كله، او الناس اللي كانت عندها وزن زياده وبدات تخس مره واحده، التمدد بتاع الجلد ده والتمدد بتاع بطننا ساعه الحمل والتمدد ساعه التخن ونرجع نخس، في خطوط بتطلع في جسمنا، خطوط بيضاء، خطوط حمراء، خطوط بنفسجي، بتختلف من حد لحد، بتبدا بخطوط حمراء او بنفسجي وبتبدا مع مرور الوقت تتحول لخطوط بيضاء. الخطوط البيضاء دي احنا كستات وكرجاله كانت تخينه وخست منظرنا ما بيبقاش عاجبنا واحنا واقفين قدام المرايه وبنبقى متضايقين. طب هنداريها بميك اب؟ لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الخطوط دي تتلم وتقفل وترجع بطننا تتشد من غير اي عمليات وندفع فيها الوف. ده اللي بيقوم بيه كريم ريجينكس للجسم. بيعمل ايه ريجينكس للجسم؟ برضو نفس النظام اللي بيعملها ريجينكس للوش. بيبدا ان هو نعمل حمام بخار، ننظف المكان اللي احنا هندهنه كويس جدا، نبدا نفتح المسام، نبدا ندهنه في حركه دائريه، الجسم تشربه، بدات الخطوط تبان ان هي تتشد شويه، بدات ان هي المسافه بتاعتها تضيق شويه، بدا لونها يبقى متوحد للجسم. نعم يعني. النتيجه بتظهر بتختلف من الجسم لجسم، ما انا قلت. يعني انا عن نفسي انا ماشي، اعوذ بالله من كلمه انا، النتيجه اللي يعني كنت راضيه عنها ماشي بعد شهر ونص استخدام. العبوه دي على حسب المنطقه، يعني في مثلا على حسب الاستخدام برضو، يعني مثلا في ناس عندها خطين ثلاثه في بطنها، في ناس بطنها كلها مليانه خطوط، في ناس رجلها من عند الفخذ كده لحد تحت فيها خطوط سلوليت مطرح الوقفه وخطوط مطرح الهلكه بتاعت الجسم والكبر بتاع العمر والخلفه والولاده، فعلى حسب الكميه. يعني انا مثلا عندي انا جايباها عشان استخدمه لدراعي، هيقعد معايا اكتر من اللي عنده هيستخدمه لدراعه ويستخدمه لبطنه ويستخدمه لرجليه، فبيبقى على حسب كميه الاستخدام نفسها، وعلى حسب برضو كل بشره هلكانه قد ايه وهتاخد منك قد ايه. وارجع واقول لك يا احمد، ايا كان والله العظيم ايا كان اللي هيتسحب الكميه بتاعته وهستخدمه في جسمي اهون لمليون مره من الالوفات اللي هدفعها في عمليه بره وانا مش ضامنه هطلع منها سليمه ولا لا. فده اللي انا بتكلم فيه، ده اللي انا بتكلم فيه. ارجع واقول تاني، الباركود اللي موجود عند حضراتكم قدامكم ده في الشمال علشان اسهل عليكم وما تخشوش تتكلموا وتقولوا احنا رحنا لصفحه تانية او في صفحه تانية بعتت لنا المنتج يا نونا وانت ما عملتيش، يعني ما عملش معانا نتيجه. انا مش مسؤوله عن اي صفحه تبيع المنتج غير الصفحه اللي هي دي، الشركه اللي انا بعلن عنها ديت هو ده.
البيع عن طريقها، اشتروا عن طريقها. طيب هنرجع نقول نعمل ايه تاني يا احمد؟ فتحنا الكاميرا بتاعت الموبايل اكنك هتصوري صوره عاديه، بترجعي بعد كده، انا برضو بقرب اهو علشان اللي هيظهر لي هوريه له. بتحطي العدسه بتاعت الكاميرا على المربع اللي على الشاشه، بيظهر قدامك من فوق فتح facebook.com، بتدوسي على ده اهو كده، بصوا طلع لي على طول الصفحه بتاعت المنتج الاصليه، مش اي اهو. ادي المنظر اهو كده، كده يسهل عليكم الامور، كده ما تضطروش ان انتوا تتصلوا على الكنترول وترجعوا تقولوا احنا عايزين اللينك بتاعهم او عايزين الرقم التليفون بتاعهم، كده ما تضطروش ان انتوا تروحوا تتكلموا مع اي شركه تانية وترجعوا تقولوا فين. كل ده انا مش حباه، كل ده انا عايزه ان الناس توصل لها الحاجه وهي قاعده في البيت، اللي انا بتكلم عنها، اللي انا بعلن عنها، اللي انا استخدمتها وجابت معايا نتيجه. ربنا يا رب يسعدكم دايما، وربنا يبارك في عمركم دايما، وربنا يعني انا لسه منزله الصوري عندي امبارح على صفحتي، الناس اللي جربته وبعتالي كميه دعاوي، يا رب يا رب يا رب يجعل لكم منها نصيب واكتر. انا نزلت ستوري امبارح وقلت الناس اللي كان اللي جربت كريم جبر الخواطر انا بحبكم جدا. طب ليه يا نونا مسمياه كريم جبر الخواطر؟ عشان هو بصراحه بالرسائل اللي بتجيلي وبالقصص اللي بتجيلي جبر بخاطر ناس كتير وغير حياه ناس كتير. ايه يا نونا اللي بتقوليه دوت؟ انت بتهزري؟ حته كريم او علبه كريم عملت حاجه في البشره ولا في الجسم غيرت حياه ناس كتير؟ اه، لما تكون واحده نفسيتها زي الزفت بمنظر جسمها وجوزها بيتنمر عليها وبيعايرها وبيقول لها انا هروح اتجوز واحده صغيره مع ان هو اصلا تخين وكبير في السن وي والكلام ده كله، بس حته الراجل المصري دي بتبقى ايه؟ الرجوله واكلاه شويه. اللي لا انا هروح اتجوز عليك انت اصلا ما انت ايه؟ ده انا بفلوسي اجيب واحده تاني يوم. فالموضوع ده بيحز في نفسيتها جدا، فلما يتبعت لي قصه يتقال لي في اولها كده انت غيرتي حياتي، فدي فضل من عند ربنا. لما يكون سبب ان انا غيرت حياتك مع اني ما اتكلمتش في اي حاجه، انا جربت حاجه وقلت لك عليها وانت جربتيها وجاب معاكي نتيجه كويسه، وان هو غير حياتك بحاجه زي كده، فدي فضل من عند ربنا. بجد مبسوطه بالكريم قوي. الباركود اللي قدامكم دوت ممكن انتوا تستسهلوا الدنيا خالص وتشتروا عن طريقه او توصلوا للصفحه نفسها عن طريقه. ارجع واقول الميزه في الصفحه او الميزه في الشركه نفسها ان هي بتتابع معاكي الموضوع، مش موضوع خلاص اشتريتي خلاص خلصنا ما نعرفكيش، ما عندهمش الكلام ده خالص، ده بيتابعوا معاكي بطريقه الاستخدام، بيتابعوا معاكي انت المراحل اللي انت عملتيها. في ناس بتصور شكل دراعها او شكل مثلا وشها قبل ما تبدا تستخدم المنتج وبالمراحل بتاعته، في ناس بتبعت تقول انا جربته وبدا يجيب نتيجه وبدات الاحظ ان في فرق من بعد 3 ايام، في ناس بتبقى من بعد 10 ايام، بيبقى على حسب الاستخدام وعلى حسب تهالك البشره نفسه. يا رب اكون سبب دايما في سعادتكم، يا رب اكون سبب دايما في ان انتوا تتغيروا للاحسن، يا رب اكون سبب دايما في ان انتوا تشوفوا نفسكم دايما حلوين. ربنا يا رب يحلي ايامكم دايما واشوفكم بخير وسعاده. مبسوطه بحلقه النهارده، مبسوطه بالليفت اللي انا عاملاه، ومبسوطه بالسبانخ اللي بنفس امي الله يديها الصحه ويشفيها ويعافيها يا رب، وما لا مش هنبص عليه خالص، ومبسوطه بحبه الرز والبتنجان، مبسوطه بالعزيزيه اللي طالعه القطعه وقطعتها ما شاء الله عليها، ومبسوطه باللي عملته شركه ريجينكس النهارده، وان هي لبت لي حاجه انا ما كنت كانت مضايقاني بصراحه، ان الموضوع يوصل لاكبر قدر من الستات علشان يبقوا مبسوطين ان هم سهلوا عليهم الدنيا وعملوا لهم موضوع الباركود اللي على الشاشه. كل اللي يعملوه ان هم يفتحوا الموبايل يدخلوا على الكاميرا ويحطوها على المربع يوصلهم على طول بالصفحه الاصليه عشان يوصل لهم المنتج الاصلي اللي انا بتكلم عنه واللي انا جربته. بحبكم جدا في الله، وربنا يديم عليكم الصحه والعافيه، خميسكم حلو زيكم ان شاء الله، وجمعه مباركه عليكم فيها كل خير وبركه يا رب، يديني ويديكم العمر. بنتقابل ان شاء الله يوم السبت الساعه 10 الصبح مع حلقه جديده من بلد يوكا المعنونه على اقوى قناه طبخ في مصر. قويه بيكم وليكم، اسيبكم على خير واشوفكم على خير، اقول لكم السلام عليكم.